لا يخفى على أحد أن الإرهاب يتغذى من كل الظواهر السلبية في المجتمع، من التطرف الفكري، من الفقر والحرمان، من غياب الحوكمة الرشيدة، من اختلال الأوضاع الأمنية. ولكن أخطر عامل يؤجج الإرهاب في وطننا العربي اليوم هو الخطاب الطائفي المقيت الذي تعمل قوى إقليمية على نشره لإضعاف الأمة العربية. نشهد اليوم للأسف استشراء خطاب الإقصاء والكراهية الذي ينعق به دعاة الخراب والدمار وتجيش له الميليشيات المسلحة لتقضي على طموحات الشعوب العربية وتفتت اللحمة التي نسجتها وحدة الدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك. يزخر جدول أعمالكم اليوم بالكثير من المواضيع المهمة التي تغطي كافة جوانب ظاهرة الإرهاب: المواجهة الفكرية للإرهاب بتجريم الفكر المتطرف وتعزيز دور علماء الشريعة والمحيط الأسري في الوقاية منه، المكافحة العملية للإرهاب من خلال الحد من انتقال المقاتلين إلى بؤر التوتر، ومن تجنيد المنظمات الإرهابية للأطفال في مناطق الصراع، وإنشاء فريق عمل في نطاق المجلس رصد التهديدات الإرهابية، وتبادل تجارب الدول العربية في مكافحة الأعمال الإرهابية. أيضاً المواجهة المالية من خلال تجفيف مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية والسعي إلى تعزيز التعاون العربي الدولي من خلال بلورة رؤية عربية أزاء تطبيق استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومعالجة إشكالية تعريف الإرهاب التي لم يتم حلها حتى الآن على الصعيد الدولي خلافاً لما عليه الأمر في الوطن العربي. إنما تقوم به الجماعات الإرهابية باسم الإسلام هو تشويه لصورة الإسلام الحقيقية النبيلة من خلال ممارسة العنف والتخريب وسفك الدماء، وكل ذلك لا يمت للإسلام والإنسانية بصلة. وهذا يستوجب منا توحيد كافة الجهود الأمنية وأن نجعل من مكافحة الإرهاب أولوية على جميع المستويات والقطاعات في الدولة. وفي هذا الجانب يبرز الدور الكبير لعلماء الدين في تصحيح الفكر المتطرف للمنظمات الإرهابية من خلال النصح والحوار والمناقشة والمناظرة. إضافة إلى ذلك، يجب علينا في هذا الصدد أن يكون نصب أعيننا ظاهرة تجنيد الأطفال في المنظمات الإرهابية والوقوف على أسباب هذه الظاهرة والعمل على منعها وحماية الأطفال من الانخراط في العنف والأعمال الإرهابية، ليصبحوا في أوطانهم عامل بناء وتنمية وليس عامل هدم وتخريب. عمليات التمويل ليست كلها غير شرعية، يجب التشديد على هذا الأمر. أحياناً عمليات التمويل قد ترتدي رداء شرعياً، إما عبر عمليات التبرع أو خارج القطاع المصرفي الذي طبعاً الآن في المنطقة العربية يقوم بإجراءات كبيرة جداً للحد من عمليات الجريمة المنظمة، تبييض الأموال أو عمليات تمويل الإرهاب. يعني الأرقام ليست مطلقة لكنها تتصاعد في بلدان التي تشهد عمليات إرهابية، يعني عم نحكي عن سوريا، عم نحكي عن ليبيا، الصومال، ليبيا طبعا من البلدان التي ترتدي رقم واحد في هذا الموضوع في عمليات الإرهاب. التمويل ليس محددا في منطقة معينة، قد يكون التمويل مصدره في بلد لا يشهد أي إرهاب من أي نوع، إنما هناك عمليات قد يأتي من خارج البلدان العربية.